في ختام الليلة وحلقة الليلة هيكون معنا الكاتب الكبير المميز الموهوب المقاتل الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، هيكون معنا لأول مرة في التلفزيون المصري منذ سنين طويلة. أما الآن فمعنا الأستاذ عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار، وربنا يستر، لأن عبد اللطيف صديق عزيز من سنوات طويلة جدا جدا، كنا بنشتغل مع بعض يعني من أكثر من 25 سنة كنا بنشتغل مع بعض، ومعرفة قديمة، ولكن اختلفت الرؤى واختلفت وجهات النظر. فقلت له ما تزعلش مني يا عبد اللطيف، قال لي لا مش هزعل منك، قول اللي أنت عايزه وهو كمان هيقول اللي هو عايزه. رئيس قطاع الأخبار تقع عليه مسؤولية كل الأخبار التي أذيعت في التلفزيون المصري منذ يوم 25 يناير حتى يوم 11 فبراير، وعليه اتهامات كثيرة. أنا هسمع منه الأول. مساء الخير يا أستاذ عبد اللطيف. مساء الخير أستاذ عبد اللطيف. هسمع منك رؤيتك فيما حدث وما قدمه التلفزيون قطاع الأخبار من 25 يناير حتى بنقول يمكن 6 يناير 7 فبراير، الجو اتحسن شوية، الدنيا اتغيرت. معايا وقت ان انا اتكلم طبعاً بحدود طبعاً. اول حاجه طبعا انا عايز اقول لما اتكلمنا عشان نعمل الحوار ده انت قلت لي انا مش عايز اعمل الحوار ده عشان احنا اصحاب، قلت لك بلاش يا عبد اللطيف بلاش ومش عايز نزعل من بعض بالظبط، وانا بقول لك بشكل بسيط جدا ان الحقائق لان لها قدم واحده ولها اتجاه واحد فما ينفعش تنساها، مش ضروري ما ينفعش تنساها، مش ضروري ما ينفعش تنساها بمعنى ايه؟ بمعنى بس مش ضروري الحقيقه الحقائق اللي خليني اقول مش الحقائق يعني دي رؤى، لا لحظه، مش مفهوم الحقيقه بمفهومها المطلق ولكن بمفهوم ما حدث. ليست هناك روايات متعدده ولكن لدي روايه واحده. طيب. وليست لدي رؤى متعدده للاحداث ولكن لدي رؤيه واحده. تمام. وليست لدي قصص متغيره للاحداث ولما وقع ولكن لدي قصه واحده هظل احكيها النهارده وهحكيها عندما اتمكن من ان انا احطها بشكل مكتوب، وهحط قدامك النهارده وقدام الناس كلها. وانا قررت ان انا اكون وفضلت وطلبت، وانا اللي طلبت ان يكون الكلام ده معاك من خلال التلفزيون المصري مش من خلال اي جهه اخرى، حتى يكون ده من خلال التلفزيون المصري، تلفزيون الدوله بمفهوم الدوله بمفهوم العام، الدوله اللي هي ناس. عايز اعرف ده انت قلت كده بقى، انت ليه طلبتني وما طلبتش حد ماشي على سكتك؟ يعني ليه طلبتني؟ انت عارف ان انا معاك مشكله، هنا في حاجه، في ناس كتير في التلفزيون موجوده ماشيه على سكتك هتبقى مرضيه في الحوار. لا انا هنا خليني هنا اقول نقطه تانية مهمه. اول حاجه انا مش هقول ان احنا بينا وبين بعض اختلاف او تناقض جذري زي ما انت تصورت، انا بقول ان احنا كلانا واقفين على أرضية واحدة، كل واحد وطني في مصر واقفين على أرضية واحدة هي أرضية المصلحة، مصلحة الوطن. مواقفنا، رؤانا، سككنا، طرقنا ممكن تختلف، لا لكن مش الأكيد ممكن. هي الأكيد اختلف. أكيد اختلف، أنا مش قادر، خلينا أقول الأكيد، لكن الأكيد أيضا، الأكيد أيضا إن أي اختيار في أي لحظة لا أستطيع أن أشكك في اختيارك في لحظة من اللحظات وأخونه باعتباره اختيار إطلاق. خياني إطلاق. ولا تستطيع أن تملك أنك تشكك في خياري وتحتمل اختيار خياني. لا خيارك على عيني وعلى راسي، بس من حق أن أنا أرفضه. بالضبط. أنا مش من حق أن أنا أخونه. هايل. أنا أتفق معك تماما، أنا أتفق معك. فإذا من منطلق التخوين ده مثلا، أنت قلت لي لا أنا ههاجمك وأنا هكذا، أقول الحقيقة. والحقيقة أو ما تعتقده حقيقة برضه، لأنه مفيش حقيقة مطلقة. حقيقة من اللي عندنا. من وجهة نظرك. حقيقة كما أراها. كما تراها. وكما يراها الناس. وكما يراها الشعب. هايل. وكما تراها الأمة. وليس أنت ترى حقيقة واحدة، قولها لي من فضلك. وليس كما أرى. أنا أقول. قولها لي من فضلك. أنا مش هبدأ من يوم 25 زي ما أنت اتكلمت، لكن هبدأ قبل يوم 25. ما فيش مانع. بشوية. واسمح لي إن أنا هنا أتكلم على نقطة صغيرة، إن طول عمرنا مهما اختلفت رؤانا كان هدفنا الوصول إلى هدف الدولة المدنية المصرية القادرة على أن تتعامل مع مواطنيها بمساواة وبشكل فيه قدر عالي، أن يكون الكل من موقع واحد من القانون ومن الأمور كلها. ده كتاباتي وده موقفي وده كل اللي أنا عملته طول الفترة اللي فاتت. لكن خلينا نتكلم في الأحداث وبلاش أتكلم عن شخصي أنا، ممكن أتكلم عن شخصي أنا في منطقة. لا بس اسمح لي أستاذ لطيف، دي رؤيتك التي لا نراها على الشاشة. خلينا يعني هذه رؤية اللي انت بتقولها دلوقتي، اللي بترصها لي دلوقتي، نريد مجتمع مدني ديمقراطي مش عارف ايه، لا نرى ده على الشاشه طوال مده وجود حضرتك رئيس قطاع الاخبار. لم تراها على الشاشه بالقدر الكافي. لم اراها اطلاقا. انا مصر. انت عندك، انا بشتغل في التلفزيون. ما هو كذا، وانا عباره اشوف التلفزيون. لم اراها مطلقا في الشاشه. لا توجد عندك ديمقراطيه اطلاقا في الشاشه. عندك اتجاه واحد وفكر واحد، ولذلك نحن جميعا نذهب للاخبار في الجزيره وفي العربيه وفي البتاع قطاع الاخبار. لا. عندك
لم ينجح على الاطلاق. دي وجهه نظرك. لا مش وجهه نظري يا استاذ محمود. استاذ محمود احنا لم نجري اظن. خلينا نتكلم بشكل علمي وشكل. ده وجهه نظرك ووجهه نظر قطاع عريض. ومن وجهه نظرك انت وجهه نظر الاغلبيه، من وجهه نظرك انت وجهه نظر الامه، لكن من وجهه نظر انا اعتقد ليه بقى ان حصل. طيب. لا مش ليه كده، انا ما اعترفتش بان ده وجهه نظر، انا مختلفه ومغيره. طب قول لنا وجهه نظرك، قولها لنا. انا هبدا في خلينا نتكلم عن الاحداث وموضوع الاخبار واللي حصل فيها. انا هسيب الحكم للناس والحكم للجمهور ان هو يتكلم عن الاخبار واللي حصل فيها او ما حصلش فيها في الفتره اللي فاتت. انا هتكلم عن الاحداث اللي احنا جايين نتكلم فيها النهارده. انا بتكلم عن احداث التي حدثت منذ 25 يناير حتى انتهت بثوره الشباب. اوكي، ثوره الشعب، ثوره الشباب، ثورة الشعب التي أطلقها الشباب. تمام. والتي حملها على كتف الشباب. تمام. والتي يحمل الدافع الرئيسي ومن فعلها ومن خرج بها الأمام هو الشباب. ثم انضم لها الشعب. ده صحيح. تمام. لكن تمام. لازم ندي الأمور حقها، ندي الناس حقها. بثورة أشعلها الشباب يوم 24 فيها الشعب المصري كله. يوم 24 يناير اللي هو اليوم السابق، اليوم الاثنين اللي هو يوم الاثنين، احنا كان عندنا رؤية بأن ينبغي أن يكون في احنا احساس بخطورة، احساس بخطورة في الحالة العامة في البلد كلها. تمام. مش احساس بخوف، ولكن احساس بخطر ان في أزمة. وكانت رؤيتنا اللي قدمناها كأخبار ان احنا ينبغي أن يفتح هذا المجال. يا جماعة لازم يفتح هذا المجال. وكانت الفكرة ان احنا نضع الشباب، عايزين شباب 6 ابريل وخالد سعيد وكفايه والامور دي، نجيب مجموعه الشباب دول 15 20 شاب ونقعد مع 2 او 3 من المثقفين الثقات، ويقعد معهم مسؤول او 2 ممن يحظون برؤيه او بكذا، وان احنا نعمل حوار مفتوح على الهواء ليله الثلاث عشان نقول للناس كلها. وده كانت رؤيتنا ورؤينا ومفقفنا ان احنا يا اخواننا احنا ده مكان، ده تلفزيون الدوله زي ما انا فاهمها وزي ما احنا بنحاول نعملها مع الميراث 50 سنه ما كانش عمره كده. كويس. تم تقديم الفكره وعرضت الفكره على المستويات الاعلى في تلك المرحله في البلاد خارج الوزاره عشان اكون، ومع الاسف الشديد تم رفض الفكره وقتها بحجه ان لا هيكون في شكل من اشكال الاعتراف او اعطاء حجم اكبر من حجمه بالنسبه للشباب. وانا في اللحظه في وقتها راينا ان لكن بالفعل شكل من الأشكال عدم الحصافة، مش عايز أسميها بأسماء تانية، بالواقع وعدم الرؤية الحقيقية للواقع في أزمة حقيقية. واحد من 25 ده واحد أول حاجة، ده أول حاجة. فإحنا كانت رؤيتك من 2 بالليل رفض. أنا قلت لازم الشباب يخرجوا يتكلموا، رفض من جهة ولازم الشباب من حاجات أعلى من الوزير، أعلى مننا وأعلى من الوزير وأعلى من الكل، رفض الكلام ده. كويس بالك. لا إحنا كده بنديهم وضع اكبر من وضعهم، بنديهم حجم اكبر من حجمهم. خلينا انت اذا تحدثني عن رئاسة الجمهورية. ما احنا عن رئيس الجمهورية، ما بتكلمش عن رئاسة الجمهورية. مين اللي اعلى من الوزير؟ في حاجة اسمها حكومة الحزب، في حاجة اسمها حكومة الحزب. يعني ممكن تبقى الحكومة مش رئاسة الجمهورية. او ممكن يكون الحزب، او ممكن يكون محمد ابراهيم، وممكن يكون صفوت شريف. لا مين محمد ابراهيم؟ معلش محمد ابراهيم. ما هو بقى يعني مش مشكلة. ما هو هنروح في ممكن يكون وممكن لا يكون. انا هقول لك حاجة، احنا بنتكلم بصراحة. لا اسمح لي بحاجة، اسمح لي بحاجة هنا بس. انا هتسمح لي ببعض امور ان انا هقول كل ما هو يمكن ان يفهم، ولكن ارجو انك ما اتمكن من قوله بالاسماء انا هقوله لك. طيب. وما لن اتمكن. طيب. انا في وضع لما هدخل شويه في الموضوع تحس ان حاجات ما ينفعش تتقال. سؤال تاني. حين يتعثر عليك امر انت والسيد الوزير انس الفقي، يلجا الوزير للحزب؟ ممكن يلجا للحزب، يعني يستشير الحزب مكتب السياسه في العاده كان كده. لا انا بتكلم عن الموقف ده، ما اعرفش في العاده. في العاده انا بتكلم عن الموقف ده، بتكلم عن الموقف ده. ممكن يلجأ الحزب، ممكن يلجأ الحزب. طب اوكي خلاص. 25 لنعبر ده، نعبر ده. 25 بدات المظاهرات، وخلينا اقول ان كانت هناك اداره امنيه واضحه لمساله مظاهرات 25 يناير و26 و27. وعايز اقول لك ان هو طول الفتره دي لازم انا نفرق بين حاجتين، ودي حاجه مهمه جدا. اما اني لازم لا يمكن المعيار الحساب ان يكون تحسب التلفزيون المملوك ملكيه عامه او ملكيه الدوله وتحاسبه زي ما بتحاسب تلفزيون ملكيه مملوك ملكيه خاصه. هو انت رايك التلفزيون، وانا بعتبر رايك ان التلفزيون ملكيه الدوله؟ الدوله بمفهومها العام. ما دي تبقى مصيبه. لا لحظه، انت عارف يعني ايه دوله؟ انا اقصد بيه الدوله. بايه؟ الدوله ليست النظام. الدوله هي الدوله. أنا هي النظام. لا يا فندم، الدولة لا الدوله هي انا. وعشان كده بقول لك الملكيه العامه المملوكه الدوله هي انا. النظام بدليل. لا يا فندم بدليل. اتفضل. الواقعه الاولى دي بتاعت الشباب
اللي اعترض عليها من اعترض عليها اعلى من انس الفقي كان شخص مش دوله طيب. شخص يبقى دوله يبقى حكومه اسمح لي انا الحكام مش الشعب لا انا هنا في حاجه الدوله مفهومها في المفهوم السياسي البسيط هو انا وانت وكل دافع ضربه الشعب النظام هو الذي يقود الدوله انا بفرق بين النظام والدوله فهو ليس التلفزيون انا رايي التلفزيون الواقع الحقيقي بتاعه ان هو تلفزيون طول عمره تلفزيون رسمي اللي بنحاول نعمله بقالنا عده سنوات ان احنا بنحاول نخرجه لده يكون مفهوم تلفزيون دوله يعني تلفزيون عام مملوك ملكيه عامه مملوك للناس كلها ده مفهوم الدوله الدوله هي الناس كلها هي انا وانت والاحزاب والنظام وكل ونظام والنظام هو الذي يقود الدوله ده المفهوم اللي احنا الملكيه العامه خلينا نسميها بلاش كده اسمح لي خلينا خلينا بلاش ندخل في خلينا نقول بس هنقول ان التلفزيون كما ترى الجهات المسؤوله عنه بترى التلفزيون الرسمي ان هو تلفزيون الدوله ملك الدوله لا 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 كما ترى الجهات المسؤوله المالكه بترى التلفزيون التلفزيون الرسمي انا بتكلم عن الجهات المسؤوله جوه المبنى انا برا تلفزيون الدوله بمفهومها العام التلفزيون المملوك ملكيه عامه لا ما بتشتغلوش كده يا استاذ لا ما يا سيد احنا ما بنشتغلش كده ما بتشتغلوش كده خالص لكن بنقاوم عشان نعمل كده يا استاذ محمود وريني بقى المقاومه اللي خلينا نكمل 25 خلينا نكمل لك عشان كده بقول لك احنا لو دخلنا في ديبيت طويله او مناقشه طويله هندخل خلينا ندخل في الواقع والناس طيب خلينا نخش 25 عدى و26 عدى و27 دخلنا في 28 خلاص مين طب انا سؤال واحد سؤال واحد اتفضل مين اللي بيدير من 5 ل 6 ل 7 هرد عليك مين اللي بيدير قطاع الاخبار خليني اقول لك حاجه هنا مهمه الانتقادات الموجهه للتلفزيون المصري النهارده انا بعتبره شكل من اشكال خليني اقول لك ايه خيبه الامل المبنيه على مصداقيه كانوا بيدوروا فيها او حاجه كانوا مستنيينها بشكل مختلف كان ممكن جدا تلفزيون الدوله يكون زيه زي الصحف او زي اي وسيله اعلام اخرى مملوكه ملكيه الدوله فيفضل يقول عاش الملك عاش الملك عاش الملك سقط الملك يسقط الملك ده كان ممكن تقول عاش الملك لا يا فندم لا ارجوك لا ارجوك خليني بس مش ارجوني طب خليني اشرح اصل في فرق يا استاذ عبد اللطيف